السؤال الأهم للوقاية والحفاظ على المجتمع، نعرف وش الأسباب اللي ممكن أو تدفع الشخص للدخول إلى عالم المخدرات. طيب، في البداية طبعاً يعني الكثير من النظريات اللي فسرت الشيء هذا والدراسات، وتلخصت في عدة نظريات، لكن نعتبر من أهمها اللي هي تعتبر النظرية البيولوجية. في البداية خلنا نتكلم عنها. النظرية البيولوجية ترى أنه في الاستعداد الوراثي لتعاطي المادة من الشخص الذي يكون متعاطي بشكل كبير أو في عائلة أو الأب كحولي بشكل واضح. كيف يعني؟ أحد الدراسات اللي صارت على توائم متشابهة وكذلك على التبني، رأوا أن تبني شخص من عائلة كحولية لعائلة غير كحولية وجدوا أن لديه استعداد لو تعرض لمادة محددة، يكون الأب الأول اللي كان من العائلة الأولى الكحولية، إذا تعرض الولد لنفس المادة يبدأ في التعاطي بشكل كبير ويدخل فيها. في عامل وراثي، في عامل وراثي، استعداد وراثي لنفس المادة، لكن لا يكون جل الاستعداد هذا موجود بشكل واضح إذا مارس مهارات حياتية وكان عنده قوة توكيد ذات ومهارات أساسية عنده. هذا واضح، لذلك ليس تأكيدا بس يكون سبب من أسباب أنك تقع في التعاطي. النظرية الثانية اللي شكلت مفهوم جديد اللي هي النظرية السلوكية. السلوكية تقول البيئة المحيطة بشكل عام، سواء الأسرة، سواء في الحي، سواء في المدرسة، لها قدرة عجيبة على أنك تتعاطى بشكل كبير إذا كانت البيئة هذه محفزة للتعاطي ويوجد بها بشكل كبير. شلون محفزة؟ وش تكون نوع البيئة اللي ممكن تحفز على التعاطي؟ ممتاز. عندك في دراسة البندورة، أحد العلماء النفس قام بتجربة على الأطفال، قسمهم لقسمين، عرض لهم مشهد واحد، المشهد الأول لمهرج. المجموعة الأولى دخل شخص للمهرج وقام يقرأ له كتاب وقام يمشط له وقام يحكي له حكايات جميلة. ممتاز. طلع الممثل هذا، نفس الممثل للمجموعة الثانية، للغرفة الأخرى اللي فيها المهرج، قام بعنف، بالضرب، بالشتم، بالاستنقاص من الشخص. بعد الانتهاء الممثل وطلع، المجموعة الأولى اللي شافت الحب والعاطفة والتوكيد دخلوا واحد واحد، قلدوا نفس السلوك الذي رأوا. هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية قلدت نفس سلوك العنف اللي رأوه في البداية من الممثل. لذلك نرى أن هنا في عملية تقليد واضحة وقدوة لبعض المشاهد والتأثير بشكل كبير. لذلك أنا يكون أب لي مثلا كحولي في المنزل يكون قدوة لي، أنا في بيئة تحفز على التعاطي، تحفز البحث عن المادة. لكن ممكن بيئة أخرى في الحي، قدوة أخرى، أصحاب آخرين، أحب أكون جوا المجموعة، ما أكون منبوذ، المجموعة هذه تتعاطى فأحب أكون معه، فيصير خلنا نقول عملية تقليد للسلوك اللي موجود داخل المجموعة هذه، فأبدأ بالتعاطي بشكل كبير. جميل. النظرية الثالثة هي المعرفية اللي هي تعتبر من الرئيسيات، إن في معتقدات وأفكار خاطئة أدت لهذا السلوك الإدماني. بمعنى لكل منا شخصيته، لكل منا تقديره لذاته، توكيد الذات، الثقة في النفس، إدارة الضغوط، حل المشكلات. أنا إذا كان ما عندي أني أقدر أحل مشكلة، ألجأ لتهدئة نفسي بإيش؟ بتعاطي المادة اللي يبتعد عن القلق والتوتر الحاصل من هذه الضغوط. أبتعد عن القلق والتوتر الحاصل من هذه المشكلة، أبعد عن القلق والتوتر اللي يحصل لي من الرفض، ما أقدر أرفض، ما عندي توكيد ذات، فأبدأ تعاطي أساس أبعد القلق والتوتر الألم الحاصل من الوضع الحالي أو المعتقد الراسخ عندي بشكل كبير. هذه من ضمن المبادئ الرئيسية والنظريات الرئيسية اللي شكلت بشكل كبير. مرتبطة بالمعرفة. مرتبطة بالمعرفة المعرفية بشكل واضح، معرفتنا عن أنفسنا ومعتقداتنا الراسخة عن أنفسنا. الثانية السلوكية، مبدأ التقليد والمحاكاة للسلوكيات اللي موجودة سواء في المنزل، سواء في المدرسة، سواء في الحي. هذا اللي تحفز. الوراثي يكون عنده فيه الجانب الوراثي. الجانب الوراثي يوم سووا حتى على التوائم المتشابهة وجدوا أن العائلة الكحولية، العائلة الكحولية تكون عندها أبناء كحولين بأربع أضعاف العائلة التي لا يوجد بها أبناء كحولين.